الحمد لله الذي أمر أهل الإيمان بحفظ الأيمان، وتوعد الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بالعذاب الأليم والخسران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحث عباده على التزام الصدق ويعدهم عليهم الثواب الجزيل ودخول الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن شأن اليمين عند الله عظيم، وخبر التساهل بها جزيل. فليست اليمين مجرد كلمة تمر على اللسان، ولكنها عهد وميثاق ينتهي عند حده ويجب أن يوفى حقه. قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد لا تحلفوا فيكون معنى الآية على هذا هو النهي عن الحلف، فلا ينبغي للإنسان التسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة. فإذا كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالمحلوف به وعدم تعظيمه، وكثرة الحلف من صفات الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: ولا تضع كل حلاف مهين، فنهى نبيه عن ضاعة الحلاف وهو كثير الحلف، وقال عن المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وقال عنهم: اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا الأيمان وقاية يتوقون بها ما يكرهون ويخدعون بها المؤمنين. ومن قبلهم حلف إبليس لآدم والزوجة ليخدعهما باليمين، قال الله تعالى عنه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم لهما أنه يريد لهما النصح والمصلحة، فدلهما بغرور، أي خدعهما بذلك القسم وأوضعهما في المعصية والمصيبة. أيها المسلمون، ومن الاستخفاف باليمين أن تتخذ وسيلة لترويج السلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حلف منفقة للسلع ممحقة للكسب، رواه البخاري ومسلم. ومعناه أن يعرف صاحب السلعة أنه أعبي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وهو كاذب في ذلك، وإنما يريد تغريرا في المشتري ليصدقه بموجب اليمين. ويكون هذا الحالف عاصيا لله، آخذا للسيادة بغير حق، فيعاقبه الله بمحض البركة من كسبه، وربما يتلفه الله ماله كله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم الزاني، وعائل المستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين. رواه الطبراني بسند صحيح. ومعنى جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله وسيلة لترويج بضائعه، فيكثر من الأيمان ليخدع الناس ويشتروا منه اعتمادا على يمينه الكاذبة، فكان جزاؤه إعراض الله عنه يوم القيامة، فلا يكلمه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. وانظر كيف قرنه بالزاني والمستكبر، مما يدل على عدم جميع جريمته، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله فيكم. موضوع إنه وحده كثر سنة إن الله قدك دقين هذه الشرارة لا رشاف أما بقى الله قديم إن هذه الشرارة مقع إلهي سبحانه وتعالى أنه مقع الله سف ضد إن الله قد أعرفته وهي دارت فراها بضن لي أبقوا بي لنات لا رشاف وحيك كثر سأقفني قدريت إلهي وهي إلى إتهاني الصوبان. الله أبدا سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم معنا لأرينا إلى آلية. ابن عباس ابن كفر السرعي رحمه رضي الله عنهما كان أرنين أبا ومعنا هل يترى لو حوانا كتن قفكوا إنا أنه بأرتك بدك بجينه وأنه بأرتك عادة لجان اللهم إلا مر أي كارف سوي دمو يعني وأي بأرتك أولا بريان بلا رشدة وبلا تاوحي كتسعيسا الله الله قلنا أرنا إيوه إلى أن أذلوا وينين ينبع لقدرين أيمين ما تقرها بضينا ما هالصفات إليه المؤمنين وكل ما ضها كفار فمذكر لدوه ويا الله سبحانه وتعالى يسوني محمد نهر ليوح ولا تضع كل حلاف مهين معنى نبي محمد وها ديع أو هو هو قاسم مذك استعور نار بضن وليك حلاف معنى مذك استعور بضن ومهين معنى ليك وضعيفة هو هو كان سري مركز الله سبحانه وتعالى وإنه الشيء صفات كأن بس الماما منافقين فإن يتهي نار تفرها فضانه ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الله بالله وحكم نارتان بين إيه وإكسون وحنئين بي ولا نارتان وحكم يجلتنا وشيء كبر بادان اتخذوا أيمانهم ثنة معنا وحكم يجلتنا وضبقاشات وحكم كبر بادان واسمه العليان فإن نارتان وكبر كبير وحلوان إذا عندي مور رسية بينكم دارتا أم بدأت كم بينتا كم دارتا إمامكم أم بعيدها أنت كده بينا يعني إبليس بوخ ومركو قيامين يا آدم يا حواء ونقول لعبتين ويهل لديه قلتنين يا أم نفسيحين فقاسمهما إني لكما لمن النافعين معنى أولا إنه أطلع إلى يوم مثل حد ولا يدنس ولا وكش خيمه أيو دار أمة فقال لهما بغرور ترى تروح يا مي لأن وين عند النبي أنبياء الله يكمل يا وين اللي في مجا إله ما شاء الله أقول عرسين إلى هذا جيت كنا الإنسان وحفيك كم مثل حد إن يدنسي ولمن ما يستان وحين يستان وحول يبي يكذب المؤمن وأنا بجبا يومين ويكون تجمعين ما شاء الله في سبحانه وتعالى وسكت سومين تقدر تريد مكوحة لأنك أغفت يستوى الشيء يريدين هيا أيها كل هارني والله إن أنا إنتني بشوقين والله إن أنا إنتني مهاي بكاقني والله إن إستدام نهاي والله حاور أكسنين بي ويا رسول صلوات الله والسلام عليه أنا أغفت الباب يحالي بإني هاي وحدي فلعب وسعود تيكرا لكن وممحطة للكفر معنا فايدين لأيك خالصة وفايدين سوي بابين ومنطقة بسلح ممحقة للسفر أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم وفي طريقة تيمان الشير مبايع يا والله إن العين كان هاي والله إن السلاحي هاي والله إن السوق بك كاينين والله إن أسل كي هاي والله إن كي هاي والله أيوم الدبابة يسجلين مرجع قبل مسلم فهل يكر علينا دارك يسكين علي أو دارك إلا فرصدحات بأخة الفرصة وكواهي لقيت حذروني لقيت حذروني وايه ان هل يترى لك قصة حبيزة كالاس فصلاة مركز نار حقلوية الشهر اما يسوى نار حقلوية لما لم تسوى وقلتك دقى يقول انا قاعد عرم روكا يسوى نار صهدا بيسي وكا ديقى نقول لي هاي ايك رابا شرعي هالله ايك ايه فالعك تودي معنى واترع واري هنان ايه لك يسا طيب وحن انا رسول الله وحسنا لما وبالله يا عادي أجلي سوي من الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يا أولئك كويبين يا بالله كيقلين يا نارتو ذا وحي يروى الزياس السنية هو سوح مسيغة ولكل يهين مكتب آخرة ولا يكلمهم الله إلى هين الله ما هذي دور معنى هذا الحديث له ألا ما أردونا ولا ينظر إليه يوم القيامة معرفة قيامانا ما يجدونه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم معنى الظهير دونه وحال إليه عذاب حمد وكان عرب كالارسا وقفت قارنا يوم وإن السهاري يوم وحد على وقت رسول صلى الله عليه وسلم عليه
صورنا يا إمام أحمد رحمه الله في النسائي رحمه الله فحل إلا ولي ما استصدري رجل ما قبلت كتال الإجابة ولو لنت رجل القيس أي واحد قصدر منك لو ما يحضر الموتفة كل ما يسوق قصدر دبيتو نكي حضرانك ها أي واحد مزعي وي وحل إلا عضي لك ها سيد عضي صار ما دام مزعي أتري مزعي وحمادة مزعي ما نقوائي ونغري أما بينا وائي فسمت عليه لي يا وحى الرسول حكم صلى الله عليه وسلم أي مخارصه لا أرضى له حكم أي أن نيك أن مارك سيان حضرني قاها ماركو أركين نيكي مارك سيان لا أرضى له حكم أي امرأة القيس باليميني أي وحو يريد أما كنته من اليمين يا رسول الله وما يستقى دارتي سيسري وما يستقى لبوي أشري ذهبت ورب الكعبة أرضي إلهي بان كبار في البرسي ديوية تكين ذكر يخبك خمين ماي دار شلن وهو كل إغريهي مرحب داري سقبت للآراء ذهبت ورب الكعبة أرضي إلهي كعبة لبان كبار في كل شيء بالتكين ذات رسول صلى الله عليه وسلم على شقيم يلقص كبار سفين دار بينا وهو كقابل حق الله يقف مسلم ليقتضع بها ما لا أحد أنظر الخص حق سكوك عدم ينهارتا بينتها لقي الله عز وجل وهو عليه قضبان معنى إلهي بلط المدونة يدو أنه عليه سيد إلا الإلهي وأركي سبحانه وتعالى طيب الرسول كل أخي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الذين يشترون بعهد الله وإهمالهم ثمنا قليلا إمام مسلم رحمه الله وحاو كوري في صحيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتضع حق امرئ المسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة معنى قصك قص مسلمة نعرف ان قبغة تحق لي من اقتضع حق امرئ المسلم بيمينه قصك نعرف ان قبغة تحق لي قص مسلم فقد اوجب الله له النار اله يوحو قصه نار وحرم عليه الجنة سنظر وكحر نار وهو أتشمي وصغي سنظر وكحرام دمت أحد محاضرة كم إلى وجه لو إن كان شيئا يصير يا رسول الله حتى ما هدو شيء من هاي وحيا وحروا كل أرضون أرض بيت أفقا سيهدو لي وواحد كبك وبنا بير بوني هاي مع عقاب كيسا لك بكم ظني وإن كان قريبا من أراك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا هاي قري عريا قري غير لو عريضة الدنيا ليه هاي عذاب كيسا لك بكم ظني طيب ما كوا إن أرسل الإشكالها ليو نارسا فراحة فضل قطه وإنه فتح الشرف وحونا قائمة كالسمين يسو الله كالي دار الآن وكالي وحونا قائمة كالنارني إن أنا السمين دون والله إلا نهيب ريال الحكرين والله إلا نهيب الحكرين والله إلا نهيب الحكرين نارها النوع صوف الهو وحادي يا آب خفر بدوليا حضيش يا عيد عضو الله المجلس فقارة شيء أكثر أركتين يا دولي صير السمين صوان بانا السمين وإن أضلقتنا هذا كفارة قد بار الله يمانيس كفارة قد بار الله يمانيس أنا وحوية إن أطول مسكين أطي سوء عنطر راشم العنان أما بعد أرسلته أما بعد أرضون حرائصه هذه إنت اللواية إن أصدح شيء صدح مع الموت أطسلتوني صدح مع الموت بسوميسا ما يأكدت وهي أكد على تسامي أما بوحي أكد على سيلة رسمين دونين حسنين طيب مركا كفارة ولي هي كفارة قلت كاتي وتخيير يترتي تخيير يترتي روح الوش إلى مركو ونقف واحدة في اختيار أما تضرك مسكين حصصي أما الرفير أما الدور حرين صدح لا شيء وهو إسراع ويبدو صنعي إن العدسي سوء أم بعض الرفكتو يأينا لدون حريصون أدون ما تلميه للأيو تذكر أدون مسكين بيمو اتباع سيوى أهلتين دوران وإن تون مسكين العدسي سوئي بالشرط هذي أهل أول ويدو أيابو إيمان إساسد ثم المور يسوي تاكع نراها حرام أو حكمي رأى إنو ضف كل أبتعد عن الله حي شركي بين غريصة شركي أيه نقول إساء ملك عيدان الله هنا قدارني
dadka qaar badankiisa iyagoo doonaaya xerada salaada qaar baa ku dhaarta ilahay ku faraynaana caynka ahayn abahay waaya hooyadii waaya waxay akhriyaa waxaasoo dhan iyo xaaraan wey xaaraan weeye mana banaana wasiqaaxay dishaa waxsabafareed allow waxaasoo dhan wax banaan maaha daartan ayaa lagu degdegin waa in la iska ilaaliyo ciqaabka intaa leeg ayay mudan tahay waxaanay ugu sii daran tahay daarta marka ku qaadato qof muslimi xaq uu leeyahay amba xaq uu kugu leeyahay markaad ka dhaarato adigu og inuu kugu leeyahay ila labada dhinac waa ka dhici karaysaa qof inaad wixiisa ku qabsato dabadeeta markuu caddayn waayay bayinadii uu waayay mudiciga uu ahaa wixiisii masalan wixiisii aad waa ku qabsato dabadeeto bayinada amba khaasiba aad weydo amba isaguna dhaartuu ka boqdo inaad adigu ku dhaarato oo waxaan bannaanay soo kale wuxuu kugu yeeshay amba uu leeyahay ood og tahay inuu leeyahay makhaasilo uu waayay adigoo og inaad ka dhaarataa laftigeeda waa xaaraan ciqaabka intaa leegna waa ku mudanaysaa laba shay baa rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in ilaahay janno u sugay qofkan oo u waajibiyey faqad awjaba allahu lahu naara ayaan u jeedaa naar waxarama calayhi ljanna jannadana inuu ka xarimay marka waxa aada u khatar badan waxaad ogaataa adduunyadaada adduunyadaada haddii aad ku raadsato ku baadi doonto aakhiro oo adduunyadaada aakhirada aada ugu shaqaysato oo adduunyadaada aada aakhirada ku soo iibsato adduunyada iyo aakhirada labadaba waa ku faa'iidaysaa laakiin aakhiradaadii haddii aad adduunyada ku iibiso oo aakhiradaada wax baabiinaya adduunyada aad siisato waxaad ogaanaysaa labadaba inaad ku khasaarayso adduuniya aakhiraba waad waayaysaa laakiin adduunyada aakhiradaada ku raadso aakhiradaada ha ku raadinin adduunyada haddaad adduunyada aakhiradaada ku raadsato waad faa'iidaysaa labadaba tarbaxuma laakiin aakhiradaada haddaad adduunyada ku raadiso waxaad waayaysaa adduunta iyo aakhiradaba waad waayaysaa اللهم اسقنا غيثا مخلصا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا خيرا رائحا نافعا غير ضار اللهم انا بالعباد والبلاد ومن الجهل والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه إلهي أنت بكت الله شعفي إلهي أنت بكت الله شعفي إلهي سبحانه وتعالى عثمان رسوله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلهي تعلي باسي سلي باسي الله كسره إلهي مسلمين زي تعلي باسي سلي بك الله كسره إلهي مسلمين زي تعلي باسي سلي بك الله كسره إلهي وحي نكبر إينا مسلمين تو إبعدين قولي بين تعذين أيها مسلمين بولي قولي وطاذين أيها إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تعلي محقق كرسي إلهي سبحانه وتعالى وحي نكبر إينا دينك حق تفضل كتاذين أيها إنو ألا تشوكين إلهي وحي نكبر ناديك حتى فضى كنت هذا يا إله الله شوكي إلهي سبحانه وتعالى قلت السوري باسم سبت الله في فرط هذا من فعل بما الله ابن حريصه إن أجنع الله إن وضع ابن حريصه صلى الله على محمد وعلى آل 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 محم